أنا مغرومة بالتتواج ونحب حتى أنا يعني نعمل تتواجات الروحي مش للعبيد. أما حكاية أخرى هي اللي ممسي نعمل خاطر أنا على باز جو ديسين نخدم دي تابلو نعمل مش دي تابلو سي با دلا بانتشور أما سكتشين حكايت كيما هكاكا فهم دي بورتري حاجات كيما هكاكا. عندي توا برسك 10 سنين في دومين تتواج. بون بديت اكزاكتومون نهار 9 مارس 2004. بون مالغري كو ما عندناش دي زيكول تاع تتواج ولا دي زيكول تاع فورماسيون في تونس، مي سيتي حكاية متاع ازار. معناها تقابلت انا و ان متر سويس ان متر تاتوور في سوسة. حبيت انا من الاول نعمل تتواج. بون بعد تعرفت عليه اكثر وتلهى بيا وعلمني تتواج وقعدت بشوية بشوية في وسط الدومين وبشوية بشوية بديت نتعلم أكثر وكل نهار الواحد يتعلم فيه مخير. أنا مشيت على باز مشيت نقرأ في المغرب انجينير دو صون مهندس صوت ودخلت ندبر في راسي في صالون تاع تتواجات. أنا مشيت نخدم أنا تدبير راسي كنت با خدمة على باز. قعدت معاه في الصالون قعدت قداش بريسك 5 سنين. كواحد كي اول ما جيت وقت مش كيما تو انا كي تسمع انا فما تاتوار والناس الكل باش تسمع بيه خاطر فما زوز ولا ثلاثه في البلاد كامله. كان عندي ستوديو دونجيسترمون تسرق وقت بالحق ماش عندي خدمه. بروبوز عليا خالد ترابلسي وقت اللي عنده البلوك بروبوز عليا قال لي اجا بحذايا هاو قال لي نكري لك البارتي الفوقانيه معناها كان هكا يخدم فيها انت. سيتي سا من وقت قلت هيا تو باش نعمل كارير بروفيسيونيل. هاي التاتواج هذي عملتها هنايا كتبه فيها بيور سيلف معناتها كون نفسك عيش من غير دي ماسك من غير دي زيبوكريت وعامله ريشه ديجا معناتها معنى الحريه معناتها بفري كوم سي. اخترت دراجون هو دراجون من قبل معناتها كيف ما قلت تتواج من الحاجات القدم يرمز للقوه يرمز للحريه وحاجات هذوكم معناتها ينجم يطير قوي كل شيء. حبيت اكثر على الاستيتيك معناتها فهمت خاطر يعجبني التتواج ولا صافي هكا ما نعرفش فهمت كيما اي واحد نجم يقول لك يعجبني تاتواج نورمال معناتها دونك عملت تاتواج الاولاني معناتها اللي هو كان تاتواج راتي خاطر اول تاتواج وما عنديش هكا فكره بالكدي معناتها جو نسافي با كيفاش يفالي فير معناتها كل راتي ومن بعديك عاودت غطيتو لو ريزولتا اي تي نول معناتها حاجه تخوف ياسر مراسات لي فينالمون يلزمني نحيه مشيت للطبيب وقعدت نعمل في دي سيونس لازير ومازلت نعمل في دي سيونس لازير ومازالو باش يطولوا شويه خاطر ما يتنحاش رابيدمون. حبيت يكون تتواج مش ظاهر معناتها مش ظاهر برشا برشا في بلاصه متخبيه شوي avec un petit dessin qui ressemble un tout petit peu à ce que tu désires avoir qui te représente un tout petit peu te représente مش صور تنين ولا جمل ولا مش عارف معناتها اي حاجه معناتها un dessin c'est-à-dire حاجه اللي qui t'accompagnera juste pour te rappeler des trucs et un truc beau aussi que tu auras en fait avec toi sur ton corps. Et en ce qui me concerne voilà donc j'ai fait un enfin, je te le montre si tu veux j'ai fait donc ça et c'est un truc un tout petit peu labyrinthe je n'ai le labyrinthe un peu complexe c'est pas facile c'est-à-dire c'est facile d'entrer après d'en sortir c'est pas aussi évident que ça. ماما عندها دو تاتواج زوز منها خاطر ماما عمرها 64 عام عملت تاتواج كي هي كانت صغيرة كانت فما تراديسيون قبل البنات المزيانات الكل يعملوا لهم دي تاتواج بور نو با اتر فيولي دونك هي عملوا لها تاتواج هذاك وهي صغيرة ومن بعد تفتح والكل كبرت هي المرة الأولى ما كانتش ما تعرفش علاش عملوا لها تاتواج والكل كبرت كي عرفت بالحكاية نحاتو كي نحات وقعد فاتح على الاخر ما جاش مزيان في وجهها ودت قالت تسمع علاش كيفاش عاش نعاودو عاودتو كيف ما هو فما حاجتين نجم تقول لا إرادية تأثر في البدن تاع العبد عندك الوقت كي تعدى الغيد التجاعيد كيفاش ما تحكمش فيهم ولا سيكاتريس كي تكسر صيغ كي تضرب كي دونك هذوك ما تحكمش فيهم اما التتواج راها كيما حاجه انت تحب تمركي بها بدنك.
برا ما هوش حاجه ما عنديش حاجه فهمتي هذا هما حكايه ثلاثه حروف ثلاثه حروف صغر وفي الجيش ريت العباد توشم فهمتي واحد هما ثلاثه حروف هكاك معناها مش كنت مثلا واحد كي يتغرم بواحد فهمتي ممكن يوشم اسمه ويوشم على امه ويوشم على صاحبته ويوشم على كل واحد كيفاش أما احنا توا في صبرنا فهمتي يقولوا له شام ماهوش باهي لكن ثم ناس فهمتي ثم نسالي في الريف ثم اللي تلقاه موشمه في وجهها ثم اللي تلقاه موشمه في يداها في ساقها ثم ناس يقولوا فهمتي يعني كي تتشعر ساقها ولا تتكسر ساقها وشم فهمتي باش تبرك البقعه هذيك فهمت هنا في تونس عنا عزايز من ناس كبار فهمتي من قبل الستينيات تلقاهم موشمين فهمتي نساء في ساقيهم تو عندي تسعة تتواجات براتيكمون كل تتواج عنده حكايه خاطر بتاتر كو سي لا دولور معناها نتاع الابره والماكينه كي تدخل انتر الديرم والابيديرم هو اللي تستحشها كم شيء ما نعرفش تنعطي اكزامبل بذيء شويه العباد اللي تسكر وتشلط رواحها معناها سي جوست بور سنتير لا دولور باش بور كيل خاطرهم ايل سو كولبابيليز على باز دونك باش يخرجوك الشحنه من نيجاتيفيتي انفير الحكايه هذيك سوف كافيك التاتواج بيسكو سي ارتستيك اي سي ارتستيك الدولور بيدا تخلي لك حاجه مزيانه معناها حاجه كي تا ماركي اللي تحطها في بدنك ما عنديش العقده نتاع البدن العقده الالهيه هذيك البدن دو اتر كونسيرفي معناها الاتا اللي خرج فيه ابخي تو سيتي با سا معناها الاتا في الاول شوفوا زاد مرايتي مرايتي اللي نشوف فيها حياتي نشوف فيها اللي صار لي اللي ما صارليش بون بعد ساعتي انشيني خاطر تاتواج كيما يقولوا تاتوز لايك شيبس يو كانت جاست هاف وان سهر مع صحابي هما يوشموا انا عجبتني الحكايه وقتها كما قلت لكم مغروم عندي قصه وطلبوني في الوشم قلت لهم وشموا لي وشمت اللي في مخي وقتها اللي موجود عديت صغري موشم ومريقل ونفتخر به عامل وشام في ذراعي وفي ولكن بعد مدة طويلة ندمت عليه وهي ما كنتش فرحان به معناها مشكلة كبيرة في حياتي ولا بيرسونال مون معناها أنا حتى نفسيتي ما يهمنيش في المجتمع أما حتى بيني وبين روحي ما هي ما لوجيك معناها توا انا مصور قلب وفيه حرف من اسمي وحرف من اسم واحد اخر بون هذاك في سن المراهقه تجي بعدين تعرس وتاخذ اسم اخر Le produit, il est injecté, donc on va l'introduire par des moyens spécifiques. Il faut faire un tatouage traditionnel ou le tatouage professionnel. Le traditionnel, le produit, il est un bien particulier, donc pour donner que l'on l'achver, donc le produit est Nila. Donc, on le fait avec ou بعدش donc فما دي un moyen باش ننقبوا وندخلوا البرودوي لداخل في الجلده و pour le بالنسبه للبروفيسيونيل bien sûr c'est le dermographe اللي donc اللي باش qui va piquer معناها des centaines et des milliers de fois باش يدخل le produit كيف dans la peau بطبيعه البلاصه اللي حشتنا بها c'est-à-dire بين l'épiderme ou derme surtout faut atteindre le derme باش تكون عندنا quelque chose de permanent. بطبيعة التكنيك هذه elle est douloureuse معناها quel que soit معناها traditionnel ou elle professionnel توجع.
بيرسونيلمون ما سمعتش حتى حتى طفله تاتوش. اما معناها كي يسمعوا طفله تعمل في تاتواج طفله تعمل تاتواج وتتعامل مع المجرمه وحكايتك هي فهمت. الجمعه اللي فاتت جاتني واحده بنكاجيه تخدم في بنك تحب تعمل تاتواج في يدها، قلت لها يا بنتي راك تخدم في بنك والعباد تعطيك فلوس روكي كيمد لك فلوسه ويرى فما تتواج في يدك مش يهلوس يقول لك انا وين فهمت فضل ساعه ولا طب يعطيك صحه ما زلنا كل في الايماج هذيك. قبل مع برشا عباد ربطت لتتواج بالحبس ربطتهم زاده بالكلوشار وفي لغتنا الدارجه الفصايل معناه يقول لك عبد عنده تتواج بون الاكثريه شد حبس والا هو كلوشار. المجتمع يغزر اي انسان عمل تاتواج سواء طفله ولا طفل غزره ماهيش نورمال اي سورتو با معناتها طفله فهمت بويسك هي بالنسبه للطفل اللي تسمى مجرم كلوشار وندرشني ندرشني فهمتني طفله معناتها راهي سي بون فاتت هذايا الكل وصلت عملت تاتواج بدنها معناها عطاك الخايب الكل ولا فيها. وقت اللي نمشي في الشارع العباد تتفرج على التاتواج تشوف حكايه بيزار صحيح فما عباد معناها نوع من العباد اللي يشوفوك عرش كلوشار يا ماكوزا حكايه نتاع ملا باندي فهمتني لا بون هذه ان سارتان مومون فما عباد اخرى اللي تشوفها حاجه مزيانه وتنجم تشوفها في عينيهم معناها تبدا هكا تتلقلق. في تونس رغم اللي الوشم معناتها حاجه عندنا من العادات ومن التقاليد اليوم بقى برشا كلام وعيب وما عيب وشي ما يجيش وعار ومراه اون بلوس عادوا هو ديجا ناقصين نساهم تتواج وشم وشمه تولي دونك ديجا اخترت بلايص اللي انا كهو معناتها نجم نراهو من نتحكم معناتها في شكون يراه وشكون ما يراهش وقتاش وكيفاش مش الناس الكل بالعكس ما يتراوش لي تتواج. ملول كنت تسمع فما دي كومنتير معناها جونغ موشمة مين عملت وندر شنو ساعات تسمع دي كومنتير باهيين ساعات خايبين معناها انت و انت بلاصة اللي فيها بيان سور وزيد كيما قلت لك معناها على قد ما يزيدوا يشوفوا عباد عندهم تتواج على قد ما تبدا الايدي نتاع التتواج الايدي الخايبة على التتواج تتنحى. كي يغزروا ليها بيزارمون بالكشي بيزارمون ها بالكشي نجم تكون غزره اخرى اما كي انا نحسها غزره بيزار او كونترير معناتها سامفلات خاطر تحس روحك اللي انت توي ان تو بيتي بو ديفيرون معناتها على العباد العاديين دونك توي اتير معناتها لو ريغار دي جون بالعكس انا نجم نقول لك نفرح شويه معناتها كي يغزروا لي العباد ما يقلقنيش معناتها او كونترير تبدا شباب عادي عادي جدا تغزر ما تغزرش بالعكس ماذا بيا تغزر لي نبدا شباب ماذا بيا انت ولد كري اللي تعدى يغزر ماذا بيا يغزر لي اي واليوم بعد الخمسين سنه وبعد لا 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 لا. ثم بالحق ثم عمر بسيط من علينا معناها من غير ما نحكيو فيها توا الشباب ما يشعرش به توا يشعر به وقت اللي يوصل للعمر هذاك باش يلقى روحه مادام عملته فهمتي مانيش ندم عليه علاش باش ندم عليه انا مانيش عامل بابيون ولا عامل حاجه اللي ظاهر حاجه دخلانيه معناها حاجه مغطيه بحوايجي مش حاجه معناها كما نقولوا احنا ظاهره ثم اللي توا يناهم اللي يندموا على الوشام اللي يندموا اللي يجي يعمل لك في كرومته فهمتي مثلا عقرب ولا يجي في يده كامله من هنا يوشمها فهمتي من اللوطه لفوق ممكن هذوكم نادمين. قولوا لي انا يعطيت بدني الديتاتور باش يجربوا عليا سي فري ديجا انا بيدي جربت على روحي معناها خاطر سما تونتي معناها حكايه التاتواج قلت علاش لا فازي نجرب جي ريوسي دوزيام تخوازيام هوزمون على روحي حتى الاخرين مش خايبين انا مش با ساتيسفاي فما برشا فما بليزيور تاتوار في تونس يخدموا من غير ما يعرفوا شيء على الخدمه معايا بالحق مش في بالهم شد ماكينه تصور على البدن وتبع هي ماهيش هكا جمله معناها فما برشا حاجات لازم يعرفوهم قبل
سورتو الريغل ديجين وماذا بيا يتعمل حكايه التست ديجين يعني سورتو في باش مش اللي يجي يخدم يعني والا او موان يل في ان افور باش كان يحب هالخدمه بالحق يل في ان افور باش يستحقها وكا خاطر ماهيش سهله معناها خدمه بلا بالي ودم وتنظيف و... ولازم كل شيء ستيريليزي وكل مش معناها ملزمش حياه عباد من الاخر معناتها العباد برشا ما يتصوروش اللي الوضعيه تطورت في تونس في كوتي ايجيان ما بون تتواج سي سيفتي فيرست صحتكم قبل كل شيء نورمالمون ان تتواج يلزم يصير خاطر سي اون افراكسيون دو لابو باش نحلوا جلده باش نخترقوا جلده جلده نورمالمون الجو ان رول دو بارير هي معناها حاجز ضد الجراثيم الموجوده في الميو اكستيريور دونك اذا احنا باش ندخلوا كلكو شوز دون لابو هذا يعني انه باش نخترقوا جلده دونك اوني كابابل باش ندخلوا مع البرودوي نتاعنا بالماتيريال اللي باش نعملوا به الانترودكسيون دو برودوي اون بو نجم ندخلوا معها جراثيم دونك فما ان ريسك انفيكسيو Donc on peut provoquer des infections, ça arrête, je me connais pas des infections sévères. Donc, c'est d'ailleurs le tatouage, il se mesure dans des conditions, des احتياطات, des traitements, bon minimum. Les gens ont des allergies, ont des maladies cutanées, ont des irritations, ont des brûlures, ont des cicatrices gorgées, mais ils ne s'en sortent pas, par exemple. هذا الكل بريفيرابل يكونوا بعاد على الـ على الـ على الريون دو تاتواج الكل فما زيادة كيف بيسكو احنا باش ندخلو حاجة غريبة على البدن دونك الجهاز المناعة عنده قدرة زيادة انه يعمل une réaction on peut provoquer des granulomes يعني فما دي réaction inflammatoire دونك ينجمو يصيرو انا personnellement je fais confiance لواحد برك فهمت اللي هو ديما نعمل عنده أبار لولاني اللي غلط اللي هو في يدي اليمين هذايا ومن بعد تبلبز وديجا قاعد نخدم فيه باش نحيه تاويكا الباقي كل عملته مع نفس تاتوار و à chaque fois je suis satisfait معناتها من الريزلتات اللي نخرج به و اما bien sûr فما برشا دي تاتوور انا personnellement خدمتهم ولا لو ريزلتا فينال بعد ما يعملوا تاتواج للعبد نقول مسكين العبد معناتها فهمت اللي عملوا له تاتواج مسكين نقول بالحق مسكين يفا غاليري ما بالكش مش اليوم بالكش مش غدوه 5 10 سنين اخرين باش ياكل صوابعه قلت علاش ما نعملش سانديكا سانديكا ومرة كي بديت كي خممت فيها الليدي خممت فيها 2011 جريت وجريت ومشيت منه ومشيت منه فهمت رايح حكاية فيرا ما نجمش نعملها وحدي ديكو حكاية كيف هكاك معنا جريديك على الاخر معنا كما نقولوا احنا مش انا اصلا السانديكا اللي عملتها معنا فما محامين وقوضات وقفوا معايا باش تعملت السانديكا انا ما عملت حتى شيء كما اي سانديكا كما اي نقابة باش تدافع على حقوق معنا لي زارتيست تاتوار تونيزيان بور لو مومون ماناش برشا ليتاب معنا اللي بعد ما عملنا السانديكا الحاجه اللي قاعدين نخدموا عليها هي باش نعملوا كايت شارج تاع صالون تاتوار بروفيسيونيل اللي هو معنا حاجه مش لا في دار لا توا كيما انا هوني في صالون سيتيك فهمت معنا صالون تاتوار بيغ ديو فهمت كيفاش كيما اللي ترا فيهم البر خلي كل شيء يتكدر كل شيء يشد بلاصته تنظم الخدمة يتنظم الدومين ويزيد ديفلوبي أكثر وكهو أهم حاجة ان توكا في السانديكال هي لازمها تحط لي ريغل ديجيان ولازم الستاتيو معناها نتاع التاتوار معناها يكون عنده حقوق وعنده الحق باش انه يحطها في بطاقة تعريف سورتو في الكونتكست نتاعنا نتاع تونس بالتشويه وباللي جوجمون اللي قلت لك عليهم وكل شيء حاجه خارق العاده خاطر لازم تتكسر التابو لازم لي جون باي طريقه معناتها ايجابيه هاد نجم تكون عملوا خيار شخصي والا سيم يتحملوا مسؤوليته
واللي ما عجبوش كسر راسه على حيطه التتواج مرئي من طرفي بالفتون معناه بي أسألني أسئلة تجاوب شنو قلت نحكي لك على فهمت شنية عليش شنحكي لك